بقالي علي حارس امن خاص مؤسسه زينا لهذا اليوم. كما كتشوفوا الاخوان المشاكل ماشي مشكل واحد، مشاكل عندنا لما يخص الحراسه. الشركه كتبتزنا شدنا بشهر 12 دخلت لابراد الذمه وما صفاتش مع الحساب ديالنا، قلنا تمضيوا لابراد الذمه ونعطيكم الشهريه ونزيدكم 500 درهم، بان حنايا خدامين 3 شهور 3 سنين بالخدمه 500 درهم غتعمل هذيك سالم جميع مستحقاتي ب 500 درهم. والمشكل يعني النظافه اخوان النظافه والمطعم وما يقول لكم سني كاين فهمتي، كنطلبوا رزقنا يتصفيوا معنا الحساب. الشركه اللي مشات والشركه اللي دخلت بما ان فهمتي المارشي داز شهر 12 وكيقولوا لنا دابا شهر واحد وهذا شهر جوج، كيقولوا لنا بان فهمتي باقي ما تفيزا المارشي، وعلى ان هذه 15 سنه هذه الخدمه كنعرفوا بان كيدخل شهر واحد العام الجديد كيجيو كيفرقوا علينا الكساوي وكتفاهموا معاهم كيتفاهموا معنا على الثمن وفهمتي على الوضعيه. فمن هذا العام هذا ما عرفناش حنايا فهمتي علاش هاد الناس كيتماطلوا علينا فهمتي بلا لنا. لا انا كنقول لك شهر 12 شهر واحد دخلنا في شهر جوج، وكاين بعض الاقتطاعات الشركه اللي غتمشي شركه كاين الاقتطاعات دريد القراوي كيسمعوا قال لك الناس القراوي بانهما عندهم الغله ولا وانهما الناس كتخدم كاين الخدمه الليل وكاين الخدمه النهار، وكيقول لك غنعملوا الاقتطاعات كاين الناس كتسال 5 شهور اقتطاعات كاين اللي 6 شهور كاين اللي 8 شهور الاقتطاعات وكاين اللي ما مصرحين لهش بالصندوق الضمان الاجتماعي. اليوم حنا جينا نحتجوا امام مقر المديريه الاقليميه لتطوان بزاف المشاكل اللي كنعانيو منها مع الشركات ديال المناوله. الناس ديال الطبخ مقدمينهم شهر واحد من شهر 9 لشهر 12 اللي ما مخلصينش فيهم، وحين جاي يخلصهم دخل عليهم نضال ديال التريتور، حين جاي يخلصهم كلا لهم الحقوق ديالهم كامله من هذا الضمان الاجتماعي ما ديكلاراش بالعاملات، والاجور ديالهم اللي كلا لهم فيها النص الكبير وباقي لحد الان مخلصين شي في عدد ديال الشهور اللي هي شهرين شهر 10 و 11 كلا لهم فيها 200 درهم 500 درهم. لهذا جينا كنحتاجو كنقولوا اللهم هذا منكر. السلام عليكم، مرحبا. قلت لكم اخوتي حنا جينا اليوم المديريه الاقليميه ديال التعليم باش نحتاجو على المطالب ديالنا، ماشي المطالب دابا الحقوق ديالنا، هذه الحقوق اساسيه وما كيعطيونا والو. كنسالوا الاخوان كيسالوا صرايم، ما دخلت شركه جديده ما جابوهاش، قال لك تيتفيزا المارشي، حين كيتفيزا لهم شهر جوج عاد كيتفيزا، كياكلونا في شهر واحد، هما تعاقدوا معاهم في الصفقه في شهر 12. وكيبقاو يعملوا لنا ديك المحاولات وكيبتزونا، والشركه اللي غاديه بحالها كتقول لك تمضي لي ابراء الذمه بواحد فهمتي بواحد كتجيب واحد الطريقه بشكل فهمتيني ماشي ديك الشيء واضح ولا فهمتيني بحال اللي كتبتزك ابتزاز كتقول لك تمضي لي عاد نخلصك في شهر 12. والمسؤولين عندهم الاخبار وحتى ديك الصيغه اللي كيجي بها طلعوا عليها ولكن والو ما كاين شي صوت اللي غادي يعاوننا في هذه السلطات. المهم دابا حنا جينا نطلبوا بالاسر ديالنا ديال شهر 12 والحقوق الاساسيه من تعويضات والكونجي وهادشي اللي كاين اخر، وخصنا في اقرب وقت تجي الشركه زيدون باش نعرفوا الثمن. دابا حنا ما عرفناش حتى الثمن 2400 درهم ومع من خدامين فين وسمك و12 ساعه اللهم من هذا منكر اخي هادشي اللي كنطلبوا. السلام عليكم. اولا السلام عليكم، حنا جينا نحتاجوا في مديريه التعليم، دائما كنجيو لمقر النيابه هنايا كنحتاجوا فيه، حيت حنا هذه 13 عام وحنايا في النظافه ب 80000 فرنك، وكل عام كتدخل شركه جديده ما كيعملوا لنا لا ضمان اجتماعي
ولا سينيسيس. عام الاول تحرمنا من الشيء اللي عطى سيدنا في كورونا، ما عطاوناش، ودابا باقين لحد الان لا ضمان اجتماعي لا خلاص في الوقت، ما كنتخلصوش على شهرين ثلاث شهور. كاين المدارس اللي ما تخلصوش ثلاث شهور، كاينين اللي عندهم شهرين، ودابا الشركه لحد الان باقي ما عرفناهاش من شركه دخلت علينا، وهاد الشركه هذه خارجه ما باقي ما مخلصاش، ما خلصناش في ثلاث شهور. دابا حنا كنطلبوا الحق ديالنا، وكنطلبوا الضمان الاجتماعي كما كنسمعوه في الاذاعه وفي التلفازه، وكيقولوا لنا راه حنا هذه 13 عام، انت كتشوف لي عمري 13 عام وانا في مؤسسه عبد الخالق طرس وانا خدامه تما، والحمد لله السمعه ديالنا راه 800 درهم ديال اش اخاي 800 درهم، واش ديال الكرا، واش الكرا، واش المعيشه، واش ما عرفناش هذا الشيء حتى اللي غنخرجوا ليه. حنا خايم على حسب المدرسه ديال جابر ديال الكوزينه، حنا انا خدمت معاهم علينا 4 سنين، ودابا حنا موقفين، حنا ما خدموناش اصلا، حنا ثلاثه ديال الناس خلونا، قال لك صافي انتم ما عندكم حتى شي بلاصه هنايا، خرجونا منا في مره، وحنا جالسين الكرا طلع عليا، كل شيء طلع عليا، وجالسه كنتسنى ولادي بالجوع وانا جالسه، كل نهار نجي عندهم، دخلت عند الناهب جرى عليا، قال لي ما عندي ما ندير لكم انايا، اللي عملت اللي قدرت عليه راني عملته، خدمت 10 وانتم ما عندي ما ندير لكم بهالطريقه. Thank you.